السلام عليكم يا رابع، كيف حالكم طلبتي الصغار؟ عساكم بخير إن شاء الله، أتمنى أن تكونوا جميعا بصحة وسلامة. حسنا، نحن في الوحدة الخامسة بعنوان علماء، سنتناول درسا بعنوان ابن الهيثم وذلك في الصفحة 46. ما أود منكم أن تكونوا مركزين معي، فهيا بنا. النتاجات العامة التي سأحققها داخل حصتي: أولا، القراءة الصامتة والتي تكون من قبلكم، سأحدد لكم 3 دقائق في ذلك. ثانيا، قراءة القدوة والتي تكون من المعلمة. ثالثا، القراءة التفسيرية وهي أن نقسم فقرات الدرس ثم نستخرج منها المفردات الجديدة والأفكار وبعض القضايا النحوية، فهيا بنا. بعد أن قرأنا الدرس لابد لنا أن نحدد نوع النص الذي قرأناه، وهو أحسنتم عبارة عن مقالة علمية. الفقرة الأولى والتي تبدأ من ولد الحسن وتنتهي حتى المختلفة، المعاني التي المفردات الجديدة التي وردت في هذه الفقرة: ازدهر أي تطور. تتحدث هذه الفقرة عن نشأة ابن الهيثم، حيث إنه ولد في مدينة البصرة في العراق في عصر وفي زمن كان فيه ازدهار واضح للعلوم المختلفة. فالفكرة الرئيسة إذن حياة ونشأة ابن الهيثم. أود منك أن توقف العرض وتستخرج من النص فعلا ماضيا، جمع تكسير، اسما مجرورا، حرف عطف. الفقرة الثانية والتي تبدأ من درس الهندسة وتنتهي حتى علماء العصر، المفردات الجديدة التي وردت في هذه الفقرة: علم البصريات هو جزء من علم الفيزياء، يبحث في قوانين النور والرؤية. صفوة بمعنى نخبة، أي أفضل ما يكون في ذلك الوقت تحديدا من الأشخاص. مرجع، مصدر يرجعون إليه في طلب العلم. العصر هو الزمن. تتحدث هذه الفقرة عن أن ابن الهيثم كان مرجعا ومصدرا يرجعون إليه في عدة علوم، على الرغم من وجود نخبة من كبار علماء العصر آنذاك. إذن الفكرة الرئيسية هي مراحل دراسة ابن الهيثم العلمية وتقدير علمه. أود منك الآن أن توقف العرض وتستخرج ضميرا متصلا، حرف جر، فعلا ماضيا، ناقصة. الفقرة الثالثة والتي تبدأ من سمع الحاكم وتنتهي حتى في العصر الحديث، المفردات الجديدة التي وردت في هذه الفقرة: بأمر الله، هو خليفة فاطمي، هو اسم علم خليفة فاطمي في مصر تحديدا. بلاطه أي قصره، أمده زوده، أدرك عرف، إقامته إنشاء، تنظيم ترتيب، استحالة عدم القدرة على فعل الشيء، يأمل يرجو. تتحدث هذه الفقرة عن أن هنالك حاكم في مصر أثناء وجود ابن الهيثم قد سمع عن أن ابن الهيثم قد قال في يوم من الأيام أنه قادر على أن ينظر أبور النيل كي يصبح هذا النهر صالحا للري في أوقات السنة كافة. آنذاك ناداه واستدعاه إلى قصره وزوده بأدوات تناسب قيام ابن الهيثم لهذا المشروع، لكن ابن الهيثم عرف لاحقا أن هنالك أدوات لا تتوفر ومعدات لا تتوفر في ذلك الوقت كي يقيم هذا المشروع قولا واحدا، لكن فكرته طبقت لاحقا في العصر الحديث. إذن الفكرة الرئيسة من هذه الفقرة هي فكرة ابن الهيثم في تنظيم مياه نهر النيل في عصره. أود منك أن توقف العرض وأن تستخرج فعلا ماضيا، فعلا مضارعا منصوبا، اسم معرفة، اسم إشارة، جمع مؤنث سالم، فاعلة. الفقرة الرابعة والتي تبدأ من نبغ ابن الهيثم وتنتهي حتى اليوم، المفردات التي وردت: نبغ، برع، شرح، قطع وفصل فيها، العين العضو الذي يتمكن به صاحبها من الرؤية فيها. تتحدث هنا عن نباغة وبراعة ابن الهيثم تحديدا في علم العيون، حيث إنه شرح العين تشريحا كاملا، سمى أجزاءها بأسماء لا زالت تستعمل حتى اليوم.
إذا الفكرة الرئيسية من هذه الفقرة هي براعة ابن الهيثم في طب العيون. أود الآن منك أن توقف العرض، أن تستخرج فعلا ماضيا ناقصة، جمع تكسير، واسما مجرورا. وأود أن أنوه في نهاية المطاف إلى أن حل الأسئلة قد أجيب عنها وهي مرفقة على ملفات قناة اللغة العربية على برنامج تيمز. أنتقل الآن أنا وأنتم إلى قاعدة جديدة في نفس الوحدة، قاعدة جمع التكسير في الصفحة 49، وسنبدأ معا بعدد من النتاجات التي سنحددها في حصتنا هذه. أولا سنذكر أنواع الجموع في اللغة العربية ونتذكرها بأن نقوم بعدها. ثانيا نوضح المقصود بجمع التكسير تحديدا. ثالثا نبين سبب التسمية في جمع التكسير ولما سميت بذلك. رابعا وأخيرا نجيب عن هذا التدريب ونبين ما هي ورقة العمل في ذلك. أولا أريد أن أسألك أيها الرائع، ما هي أنواع الجموع في اللغة العربية؟ هيا فكر فكر. أحسنت بطلي، إذن جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. المتعارف علينا في جمع المذكر السالم كما نحن معتادون إلى أن كلمة جمع أولا هي تدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، أي ثلاثة فأكثر. حسنا هذا أولا. ثانيا جمع المذكر السالم نريد أن نبين هو اسم يدل على أكثر على ثلاثة فأكثر، ينتهي ويزاد على آخر المفرد فيه بواو ونون أو ياء ونون. أما جمع المؤنث السالم فهو قد سلم أيضا كما المذكر من التغيير كليا، ويزاد على آخره بألف وتاء زائدتين في ذلك فقط. أما جمع التكسير، جمع التكسير هو اسم يدل على ثلاثة فأكثر، كأن نقول نقود، أشخاص، كتب أو رجال. حسنا إذن هو اسم ثانيا يدل على ثلاثة فأكثر، إذن أكثر من اثنين أو اثنتين. يا ترى لما سمي جمع التكسير بهذا الاسم؟ سمي جمع التكسير بهذا الاسم لأن صيغة المفرد يا رائع تتغير فيه. إما إذا صيغة المفرد لا يزاد على آخره، المفرد يبقى كما هو، لكن في جمع التكسير تتغير فيه. تكسير أي تغيير، لذلك سمي بالتكسير أي بالتغيير، لأن المفردة الكلمة المفردة التي تدل على شيء واحد هي تدل، إذن تتغير. كيف تتغير؟ ركز معي. إما بزيادة حروف، مثال ذلك قلب، قلوب. انظر المفرد يتكون من ثلاثة حروف، قد زيد على عدد حروفه وزيدت وزيد حرف الواو. أحسنتم. أو أن المفرد يتغير بنقصان حروف، من مثل طريق، طرق. انظر إلى كلمة طريق تتكون من أربعة حروف، كيف أصبحت الآن تتكون من ثلاثة حروف، ثلاثة أحرف. إذن الجمع التكسير كما قلنا تتغير فيه صيغة المفرد إما بالزيادة أو النقصان أو بتغيير في الشكل. المقصود بالشكل، المقصود بكلمة الشكل هي الحركة. فانظر معي إلى كلمة أسد، مفتوحة الفاء أو مفتوحة الألف ومفتوحة السين. حينما نجمع كلمة أسد على أسد على سبيل المثال، الجمع في أسد أسد أو أسود، لكنني أريد أسد. انظر هل تغير فيه شيء في عدد الحروف؟ لا. هل زيد عليه شيء؟ لا. هل نقص من عدد حروفه؟ لا، لو قارناها بكلمة أسد المفرد. إذن ما الذي تغير؟ تغير فيه الحركة. فالألف كانت مفتوحة أصبحت الآن مضمومة في حالة الجر، كذلك الحال الآن في حالة السين، كانت مفتوحة أما الآن فهي ساكنة. إذن جمع التكسير قولا واحدا نعيد بشكل سريع، هو اسم يدل على ثلاثة فأكثر، وسمي بالتكسير لأن صيغة المفرد تتغير فيه إما بزيادة حروف أو بنقصان حروف أو بتغيير في الشكل. أود منك أيها الرائع أن توقف العرض وأن تعطي مثالا على كل واحد من حالات تغيير المفرد عند جمعه جمعا تكسيرا، إما أن يكون فيه زيادة وإما أن يكون فيه نقصان أو أن يكون بتغيير في الشكل. ننتقل الآن بشكل سريع إلى هذا التدريب.
ضع خطا تحت جمع التكسير في هذه الجمل الآتية. أحسنت بالقراءة. هيا الجملة الأولى: وضع محمد الأكواب على الطاولة. فكر فكر فكر، أين جمع التكسير؟ هيا، أحسنت بطلي، إذن الأكواب. حسنا، ما مفرد الأكواب حينما نقول هات المفرد من كوب؟ مبدعون أنتم، أحسنتم. حسنا، الجملة الثانية: ذهب علي إلى حدائق جميلة. حسنا، فكر فكر فكر، أين جمع التكسير هنا؟ مبدعون أنتم، أحسنتم. حدائق، إذن كلمة حدائق هي جمع تكسير ومفردها حديقة. حسنا، الجملة الثالثة: ماتت الحقوق في بلاد العرب. فكر 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 معي، فكر، أين جمع التكسير؟ أحسنتم، الحقوق ومفردها حق، وبلاد أيضا جمع تكسير في ذلك ومفردها بلد. إذن أنتم مبدعون طلبتي رابعة. لا ننسى أن هنالك جمع تكسير قد أنزل على الأسايمنت في ذلك، وجميع الحلول الآن أصبحت متاحة لكم على ملفات قناة اللغة العربية في ذلك أيضا. حسنا، القاعدة الإملائية التي سنتحدث عنها هي أسماء الاستفهام، وستكون الصفحات من 50 إلى 51. أود منكم تركيزا عاليا، فهيا بنا. سنتحدث عن المفهوم بأسماء الاستفهام، سنوضح المقصود بذلك. بعد ذلك نعدد أقسام الاستفهام. أدوات الاستفهام تقسم إلى ما؟ حسنا، في نهاية المطاف سنبين استخدام هذه الأدوات وهي أسماء الاستفهام فيما يلي، سنجيب عن ذلك التدريب، فهيا بنا. أسماء الاستفهام هي عبارة عن أسماء يتم من خلالها السؤال والاستعلام عن شيء مبهم، عن شيء غامض. إذا أنا لما أستخدم هذا الاستفهام أو هذه الجملة؟ جملة الاستفهام هي نوع من أنواع الأساليب اللغوية. أحسنتم، لما أنا أستخدمها إذا؟ أحسنتم طلابي، لكي أبحث عن الإجابة عن سؤال غامض، أنا أكتشف فيه في الإجابة، أنا أريد أن أعلم الإجابة. أحسنت، لكن جملة الاستفهام لو نظرنا إليها جميعنا بمنظور آخر، سنقسم هذه الجملة إلى أركان كي نبين من خلالها أسماء الاستفهام ما هي. فلو كانت عندنا هذه الجملة، ركزوا معي، كم ثمن الأقلام؟ هذه ما نوع الأسلوب فيها؟ أحسنتم، إذن هو أسلوب استفهام أو جملة استفهام. ركزوا معي، تقسم هذه الجملة من حيث الأركان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كم، انظروا معي إلى كم. كم هذه أسميها ماذا أنا؟ فكر فكر، حاول، أحسنت، رائعي، أداة استفهام، أحسنتم. حسنا، القسم الثاني أسميه ثمن الأقلام. حسنا، ركزوا معي، ثمن الأقلام، أنا لا أعلم الإجابة، إذا أنا أستفهم عن جملة أو عن شيء، صحيح؟ أحسنتم، إذا هذه ما أسميها أنا بجملة الاستفهام أو المستفهم عن، مبدعون أنتم. القسم الثالث، وهي في آخر كل جملة استفهام توضع علامة، هذه العلامة نسميها علامة استفهام. إذا بذلك نحن نبين بأن الاستفهام هي عبارة عن أسماء يتم من خلالها السؤال والاستعلام عن شيء غامض. أولى هذه الأدوات هي كم. حسنا، سنتطرق إلى أقسام أدوات الاستفهام. أقسام أدوات الاستفهام تقسم إلى قسمين، أسماء وحروف. فالأسماء هي كالآتي: من، سنبين هذه يستفهم عنها لمن، لأي شخص، لأي شيء، لماذا أيضا، ما أو ماذا، متى، أين، كيف، وكم، هذه على مستوى سنكم، وهنالك أيضا أدوات أخرى. هنالك أيضا حروف الاستفهام هي الهمزة وهل. هذه الحروف لن نتطرق إليها الآن، سنتحدث عنها لاحقا في صفوف تأتون إليها على بركة الله لاحقا. أدوات الاستفهام المتعارف عليها في صفكم وعلى مستوى سنكم، سنتطرق إلى واحدة تلو الأخرى. فلو أخذنا أداة الاستفهام من، أحسنتم،
إذا أنا لو سألتكم من يستخدم، لما تستخدم هذه الأداة، لما، لأي غرض، أو لما يستفهم عن هذه الأداة، فنجيب يستفهم بها عن العاقل. من فتح الباب؟ أنا أريد الآن أن أستفهم عن شخص عاقل، من فتح الباب؟ أريد منك أن توقف العرض وتعطي مثالا على أداة الاستفهام من هذه أيها الرائع. الأداة الثانية هي كم؟ كم يستفهم بها عن العدد؟ فلو قلنا كم شهرا في السنة؟ أنا الآن أريد أن أحدد عددا، رقما، 12 شهرا. حسنا، أريد منك أيها الرائع أن توقف العرض هنا وتعطي مثالا آخر على أداة الاستفهام كم التي يستفهم بها عن العدد. أداة استفهام أخرى، متى؟ يستفهم بها عن الزمان، عن الوقت. متى تتفتح الأزهار؟ تتفتح الأزهار إن أردنا على سبيل المثال في فصل معين، فنقول في فصل الربيع، أو إن أردنا وقتا معين نقول في الصباح الباكر، أو ما قبل الظهيرة، وما إلى ذلك. أحسنتم، أريد منكم أن توقفوا العرض أبطالي وتعطوني مثالا آخر على أداة الاستفهام متى. أيضا أين يستفهم بها عن المكان، فنقول أين يعيش السمك. أحسنتم، إذا أنا أريد أن أعلم في أي مكان هذا السمك يعيش، فنقول في الإجابة في البحر. أحسنتم في ذلك قولا واحدا، أريد منكم أن توقفوا العرض وأن تعطوني مثالا آخر على أداة الاستفهام أين. أداة استفهام ما أو ماذا، هما وجهان لعملة واحدة ويستفهم بها عن غير العاقل. لا أريد أن أسيب أكثر في الحديث، على مستوى سنكم فقط أعطيكم، فأقول ماذا يوجد على المكتب؟ قد يوجد على المكتب إن أردت أن أستفهم بها عن شيء غير عاقل، فأقول تفاحة، أو أقول قلما. حسنا، ما عنوانك؟ أنا أريد الآن أن أستفهم عن شيء غير عاقل، أنا أريد أن أعرف العنوان. أحسنتم في ذلك قولا واحدا، أريد منكم هنا أن توقفوا العرض وأن تعطوني مثالا آخر على أداة الاستفهام ما أو ماذا. الأداة التي ما قبل الأخيرة نقول لماذا، ويستفهم بها عن السبب. أريد أن أعلم السبب الأمر، لماذا تزرع القمح؟ حسنا، على سبيل المثال لأحصدها، بعد ذلك أقوم بطحنها وأعد الخبز أو أصنع الخبز. أحسنتم، إذا هنا أستفهم عن السبب، عن بيان السبب. أريد منك أن توقف العرض هنا أيضا، تعطي مثالا آخر على أداة الاستفهام لماذا. الأداة الأخيرة أو الاسم الاستفهام الأخير هو كيف. ركزوا معي، كيف، إلى أنها يستفهم بها عن الحال والطريقة. فأردت أن أقول كيف حالك، إذا أنا هنا أسأل عن حالك. أحسنتم، كيف تذهب إلى المدرسة؟ أريد أن أعرف ما هي الطريقة التي تذهب بها إلى المدرسة. إذا كيف، أريد منك أن توقف العرض وتعطيني مثالا عليها، والتي تستخدم للاستفهام عن الحال والطريقة. إذا هذه قولا واحدا هي أدوات وأسماء الاستفهام في ذلك. نجيب عن هذا التدريب، أكتب أسئلة للإجابات الآتية مستخدما أداة الاستفهام المناسبة. ألف، الإجابة تدرس ليلى اللغة العربية. فكر فكر فكر، سؤال يناسب هذه الجملة. أحسن طالبي، إذا نقول ماذا تدرس ليلى؟ ماذا تدرس ليلى؟ إذا أنا أجبت عن شيء غير عاقل وهو اللغة العربية. حسنا، الجملة باء، في تمام الساعة الواحدة ظهرا. ركز ركز ركز، أنا إذا هنا في الإجابة حددت وقتا، إذا أستفهم بها عن وقت، إذا أستخدم متى. أحسنتم أبطالي، فأقول على سبيل المثال متى حضر خالك، أقول فأجيب في تمام الساعة الواحدة ظهرا. أحسنتم أبطالي، الجملة الثالثة، أو أنا أقول الإجابة كي نستفهم بها عنها، عفوا، أقرأ لأكتشف العالم. أنا هنا هل بيّنت سبباً أم حددت زماناً أم حددت وقتاً في إجابتي؟ أحسنتم، إذن أنا هنا استفهمت عن سبب، فأقول أحسنتم، أستخدم لماذا تقرأ، أجيب أقرأ لأكتشف العالم في ذلك قولاً واحداً. لا ننسى أن هنالك ورقة عمل قد أرفقت لكم على
الأسايمنت. كذلك الحال وهي أسماء الاستفهام. أود منكم أن تعيدوا دراستها طلابي الصغار. في ذلك إلى هنا تنتهي حلقتنا، وأود أن أنوه في نهاية المطاف إلى أن جميع حلول الدروس وحلول القواعد النحوية والإملائية كذلك الحال قد أرفقت على الملفات، وأجيب عنها قولا واحدا: طبتم وطاب لقاؤكم جميعا.